نغم واجدة طفلة أردنية أصيبت بطلق ناري طائش في إحدى المناسبات ما سبب لها معاناة مزمنة، لكنها رفضت الاكتفاء بدور الضحية وأطلقت مبادرة تحمل العنوان نغم الحياة لمحاربة إطلاق العيارات النارية في المناسبات. أسرة بعيدة مثلا عن موقع إطلاق العيارات النارية، لكن وصلها هذا العيار الناري وتضررت فقلبت دمت. إخوان في قوانين طبعا، بس القوانين للأسف مش رادعة، دائما بنحكيها إنه القوانين مش رادعة، وبنحاول إنه توصل للسلطة التشريعية إنه يشددوا العقوبة أو يضغطوا العقوبة على مطلق العيارات النارية. 2013 يوم السبت الساعة 6:30 أصبت بعيار ناري، كنت على باب البيت زي أي طفل بلعب، أصبت بعيار ناري. كانت تصدم إنه أول شيء فقدت عيني 21 يوم بالمستشفى تقريبا. بدأت معاناتي من هذا اليوم، من 6/7 مع فقدان عيني. هذا اليوم هو ما بنساه يعني طول عمري. نغم كانت على باب البيت تلعب زيها زي أي طفلة على باب بيتها. أجاها طلق رش جسمها كله، هي طلقة واحدة بس جاي الخطوش تبع الكبير، هاي الحجم الكبير أجتها رشت كل جسمها، فاتت حبة في عينها. أسعفناها على المستشفى، عملوا لها اللازم في الأول، دخلوها الآي سي يو، صوروها صورة طبقية بين جسمها كله في خردق. طبعا نلاحظ انه هذه الوثيقه جاءت بالتزامن مع مبادره الشرطه المجتمعيه المليونيه توقيع من اجل وقف اطلاق العيارات الناريه، فتم التوقيع على هذه الوثيقه من قبل الجميع. جمعيه نغم الحياه الخيريه هي اول جمعيه على مستوى الاردن للحد من افه اطلاق العيارات الناريه. الجهات الداعمه لجمعيه نغم الحياه المجتمع المحلي، الأجهزة الأمنية. بقول كل أم تكون هي الرادع الوحيد لابنها. مثلاً أنا بشوف ابني حامل مسدس بطخ فيه، تعال يما ليش أنت حامل مسدس بطخ فيه؟ أنت ما بتعرف الطلقة هاي وين هتروح. يعني زي ما أنا محرورة، في غيري كمان محرورة على ابنه أو بنته. كنغم واجدة لسه زي ما بتعرف من أنا صغيرة حاطة مستقبل قدامي إني أكمل دراستي من ناحية القانون، بدي أستمر بهذا الإشي لأنه هذا الإشي برضو بفيد جمعيتي من ناحية قانونية. وتنضم إلينا من الأردن عبر سكايب صاحبة المبادرة نغم المواجدة. مساء الخير يا نغم، أهلا وسهلا فيك وحمد الله على سلامتك. بصراحة بعد هذا الحادث المؤسف، طبعا ليس الأردن هو البلد الوحيد الذي يعني في هذا خليني أقول سميه الفلتان الأمني، بحيث أنه يمكن استخدام العيارات النارية، أيضا هناك بلدان عديدة. بحب أبلش معك بسؤال، هل فعلا برأيك كما ذكرت والدتك المجتمع أيضا يساهم باستمرار وتفشي هذه الظاهرة إلى جانب طبعا الجهات المختصة؟ نغم هل تسمعينني؟ نعم، المجتمع له دخل كبير في الحد من هذه الظاهرة. نغم يبدو أن الاتصال ربما سيئا، هل الاتصال سيء؟ ما بعرف. نغم حأرجع عيد السؤال، أو لو تسمحي ترجعي تجاوبي على السؤال لأنه سمعتي سؤالي أصلا. إحنا كمجتمع محلي كل حدا في المجتمع حاد بحد من هاي الظاهرة، ككبير أو صغير أو كشاب. لما أنا أكون عندي فكر واعي لحد من هاي الظاهرة، بكون عندي إنه بعرف إنه هاي الظاهرة راح تقتل الناس غيري، فأنا بكون حديت من هاي الظاهرة وما مسكت سلاح وطخيت فيه. ككبير في العمر لما مقاطعة الأفراح برضو أنت حديت من هاي الظاهرة. فنعم كل حدا في المجتمع له دخل بهاي الظاهرة والحد منها.
كيف كان التعامل مع مبادرتك نغم؟ وهي مبادرة طبعا مهمة جدا، خليني أقول مبادرة مجتمعية مهمة، يعني في ظل غياب طبعا قوانين صارمة تجرم استخدام العيارات النارية، كيف كان الإقبال التعامل معها؟ لقيت إقبال من المجتمع المحلي ومن الأجهزة الأمنية، من أي حدا، من كل فرد في المجتمع لقيت تعاون، من الأجهزة الأمنية، من المجتمع المحلي لقيت تعاون. بس ما يكونوا اجوا لك يا نغم الجهات المختصة. طيب هذا التعاون، نعم هذا التعاون يعني له علاقة بالمبادرة، يتعاونون معك في إطلاق أفكار جديدة، نشاطات جديدة، أم أنه بيكونوا حاضرين؟ ما هو الجدول لهذه المبادرة؟ نعم بيكونوا متواجدين معي في كل مبادرة بطلقها عم بطلقها، وبرضه هم عم يساعدوني في محاضرات، ما شفنا في التقرير هم عطوا محاضرة عن حد إطلاق العيارات النارية، توقيع وثيقة شرف، المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية، مدير الأمن العام عمل كتاب على جميع المحافظات في الأردن للتعاون مع جمعية نغم الحياة الخيرية، وفعلا الأجهزة الأمنية عم تتعاون مع جمعية نغم الحياة. نعم هذا بالتأكيد مهم جدا. طيب عندما تتعاون الأجهزة الأمنية مع هذه المبادرة أو الجمعية ومع جمعيات أخرى، يعني على من إذا تبقى المسؤولية اليوم؟ المسؤولية بنفس الوقت على المجتمع، المجتمع نفسه، لأنه إحنا المجتمع إحنا نطلق عيارات نارية على شبابنا، هم اللي عم بيطلقوا العيارات النارية، فهو الغلط عليهم هم، ما عندهم فكر، كون إحنا في الأردن هون ما عندهم فكر كبير بهاي الظاهرة، إنه هي كانت تقاليد قديمة بس هم مشوا على هاي التقاليد، بس اليوم هي عم تقتل أولادنا، عم تقتلنا، عم بتدمر حياتنا، فالغلط الكبير بكون على الشباب. نعم نغم، هل الهدف من المبادرة فقط هو نوع من، خليني أقول، الاحتجاج و يعني رفض هذه الظواهر، المظاهر الاجتماعية طبعا الرجعية إذا في صح التعبير، أم أنه أيضا في دور توعوي تحاولون الانتشار فيه للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الذي يستخدم طبعا هذه الأساليب غير القانونية وغير الإنسانية؟ نعم في أساليب، في ورشات توعوية عم نعملها، رفعنا مسودة على مجلس النواب وعلى الداخلية مطالبة بتغليظ العقوبة، احنا بنفس الوقت عم بنعمل هاي الجمعية، عم نأسسها وعم نبني فيها حتى تكون منظمة كبيرة، مش بس بالأردن، لأنه زي ما نعرف في الوطن العربي جميعه في إطلاق العيارات النارية، فإحنا بدنا حاطين خطة كبيرة حتى تكون هاي الجمعية على مستوى وتكون إنه حدث من هاي الظاهرة في الأردن وفي غير الأردن. نعم نغم المواجدة، كنت معنا من الأردن عبر سكايب صاحبة هذه المبادرة، شكرا جزيلا لك.